رغم الظروف السياسية في البلاد، يبرهن التيار الوطني الحر عن إمكان إنجاز الاستحقاقات في مواعيدها في حال وجود النوايا السليمة، إذ أنهى بنجاح الانتخابات الداخلية مجريا انتخابات المجلس الوطني بمشاركة 11,890 منتسبا ومنتسبة. ما في شك أنه التيار دايما بيقدم أبهى صورة للديمقراطية الفعلية ولكيفية تداول السلطة واحترام الاستحقاقات الانتخابية على المستوى الداخلي، وهذا نموذج يمكن صار نادر في العالم العربي وخاصة بلبنان، أنه يكون في انتخابات تحترم مواعيدها وتتم بشكل سلس وبشكل ديمقراطي. انتخابات التيار برهنت مرة جديدة أحقية المطالب الإصلاحية التي كان ولا يزال ينادي بها وعلى رأسها الميجا سنتر. أكيد نحن بأصعب الظروف، كانت على المستوى الاقتصادي والمعيشي أو على المستوى السياسي، مع كل الأزمات المتفاقمة، والتيار قدر بالرغم من انشغالاته بالشأن العام وبالقضايا الوطنية أنه يخلي مساحة واسعة للأمور التنظيمية الداخلية وللانتخابات، ويمكن عطى مثل كيف لازم الدولة كمان تدير انتخاباتها، لأن نحن اعتمدنا كلياً على التطبيق الإلكتروني الخاص بالتيار، وبالتالي أثبتنا مرة جديدة أنه نسبة المشاركة بتزيد، أعباء التنقل بتخف، والشفافية بتكبر، بس يكون في اعتماد لأسلوب تكنولوجي مثل اللي اعتمدناه. ولهيك طالما ندينا بالبطاقة المماغنطة والميجا سنتر، وياريت بيصير في استخدام لهم على المستوى الوطني. وللمرأة كما في كل استحقاق تياري أهمية خاصة. في 13 امرأة فازت من أصل 15 امرأة ترشحت على المقاعد ال 92 اللي قلت لك عنهم، او ال 75 بالاحرى اللي هن للاقضيه. هيدي نسبه اول شيء نجاح كبير، يعني حوالي 80% من النساء اللواتي ترشحنا وصلوا ونجحوا بالانتخابات، ولكن نحن طموحنا كمان نزيد عدد المرشحات اكثر واكثر، بس ما في شك انه هيدي الانتخابات صار في ارتفاع بنسبة اهتمام السيدات ونسبة مشاركتهم، وبنفس الوقت عم نشوف بلشنا ترشيحات من السيدات على المجلس السياسي، وبالتالي التيار كمان مرة جديدة بثبت أكثر وأكثر دور المرأة الرائد بالحياة الحزبية، يلي من خلالها بتتدرج وبتتأهل لتكون أكثر بالشأن العام وتنخرط بالحياة السياسية، إن كان على مستوى الإدارة العامة أو على مستوى الوزارة أو النيابة. هذا ويترقب التياريون والتياريات استكمال انتخابات المجلس السياسي ولجنة الرقابة المالية ومجلس التحكيم. بالمجلس الوطني تنافس السبت والأحد الماضي 168 مرشح على 92 مقعد، مقسمين 75 مقعد للأقضية لأنه في 3 مقاعد لكل قضاء، وأربعة مقاعد لممثلي قطاع الشباب، وأربع مقاعد لممثلي قطاع المهن، ومقعدين للعمل البلدي والاختياري، وسبعة مقاعد لممثلي الانتشار. وكان في تزكية ب11 قضاء، وخاض الانتخابات 13 قضاء، يلي مثل ما حكينا أنه كان في مشاركة عالية بلغت 83% من الذين نزلوا أو حملوا تطبيق التيار، وبالتالي هذه نسبة مشاركة عالية اللي هي تقريبا بتطلع 50% من مجمل المنتسبين بالتيار. الويك أند الجاي مش هيدا ب17 و18 عنا انتخابات المجلس السياسي، هي بتصير من خلال جلسة للمجلس الوطني، ينتخب مجلس الوطني ممثلة للمرأة بتنضم لصفوفه، ومن بعدها المجلس الوطني كله بينتخب 6 أعضاء إلى المجلس السياسي. هلأ مفتوح باب الترشيحات، وكمان بينتخب نفس الوقت مجلس التحكيم، عضوين إلى مجلس التحكيم ولجنة الرقابة المالية، وبالتالي بتكون اكتملت كل انتخابات التيار مع نهاية شهر كانون الأول، وبدأنا ولاية جديدة من 4 سنين للمجلس الوطني. وأكدت نجم كتيلي أن هذه الانتخابات الداخلية خلقت دينامية وحماس في الأقضية ومنافسة صحية بين المتنافسين.